رمضان فيه عيد بقى يا طنط، تعالي بقى شوفي دياب شويه. لا اصل في اخواتي وفي بقيه البتاع، فصعب ان هم كلهم يتحركوا. انا اللي سهل ممكن اروح، وان شاء الله باذن الله يعني ان احنا نعرف ان شاء الله. يا جماعه تفائلوا بالخير تجدوه والله، يعني خلينا متفائلين. السفر بما ان الكل بيسافر، ففي مشكله كبيره جدا كانت بتواجه الناس، وهي التكدس. ويمكن انا بقى عاصرت المشكله دي وكنت بشوفها بعيني، فكره التكدس الكبير اللي بيبقى على محطات القطار المختلفه. كل الناس عايزه تسافر وكله في وقت واحد، فبتشوفوا مثلا اخر خمس ست ايام في رمضان كمية بشر واقفين قدام محطات القطر عشان يحجزوا. مش منطقية عشان يحجزوا، كل واحد يحجز القطر بتاعه. بس السنة دي يعني الحقيقة يعني أنا عارفة إن في تم يعني هيبقى في تيسير عن فكرة حجز التذاكر دي، يعني خلينا نقول أونلاين. في أونلاين هيبقى موجود، غير طبعا شبابيك حجز التذاكر اللي هي في محطات القطارات. كمان في اللي عندنا في بعض المؤسسات الحكومية بيبقى في مكاتب للسكك الحديدية، فدي كمان هتوفر التذاكر. الحجز الأونلاين برضو بيبقى مسهل قوي قوي على فكره. فيعني ان شاء الله ان شاء الله الازمه اللي احنا ممكن ان احنا بنتوقع انها بتحصل زي ما كان بيحصل في سنين فاتت، اعتقد كان في استعدادات مهمه. لا في استعدادات مهمه جدا، وكمان الكويس في الحوار ان انت تقدر تدفع باي طريقه ممكنه، في الدفع الفوري وفي البطاقات الائتمان والخصم ومختلف الامور اللي انت ممكن تدفع من خلالها. كويس. ويا فاتن برضو يعني انا من المشاكل اللي كانت موجوده او اللي بيعمل تكدس كبير، زي ما قلت لكم من قبلها بخمس ست ايام، انا مش رايح احجز القطر بتاع النهارده ولا اللي طالع دلوقتي، انا بحجز القطر بتاع يومين، فبتاع يومين وبتاع اليوم اللي هو امبارح وبتاع النهارده. هو في اتاحه كمان قبلها ب 14 يوم. هو ده بقى اللذيذ دلوقتي في منظومه القطارات الجديده، ان هي تحجز قبلها. لا ده ما كانش موجود. حتى لو انت رحت لو حد غير رايه عايز يكنسل اكيد. لا انا ما اعرفش فكره الكنسل، بس اكيد اي سيستم في الدنيا له علاقه بان انت تعمل ريفند، وان انت ممكن تقدم التيكت بتاعتك او تاخر. بس بدري قوي 14 يوم، ده في حاجات كتير بتتغير. بس انت بتضمن اصلا، خدي بالك القطارات بيبقى سبوت ان انت تسافر، ولكن في عدد محدود، الكراسي عددها محدود. فانت بتضمن خلاص انا تمام معايا التيكت بتاعتي وزي الطيران بالظبط. تسهيلات حلوه قوي الحقيقه عاملاها يعني وزاره. وبعدين برضه ما تنسوش يا جماعه، غير القطارات، يمكن القطارات الناس اللي مسافرين الصعيد، محافظات الصعيد مثلا، هي اللي بتبقى يعني زحمه علشان وسيله السفر المريحه هي القطارات. لكن المحافظات الثانيه بنتكلم منصوره، بنتكلم المحله، طنطا، اسكندريه، في بقى السوبر جيت، في الميكروباص، في العربيات اللي هي بسافر بالقطر. لا ده احنا بنتكلم ان في تعدد في الوسائل. لكن ممكن التذاكر يمكن بتاعه الصعيد هي اللي ممكن تبقى عليها ازمه، لان هو ده المسافه طويله، فالقطر طبعا بيبقى محدود احلى واريح. العدد بتاعه محدود وعدد الرحلات معاك 14 يوم بقى، احجز براحتك بقى في خلال 14 يوم على حسب ما تعرف اجازتك، الجدول بتاعك نزل. ايوه الجدول كله بيغني على ليلى الحقيقه. يعني ان شاء الله دياب تأدي اجازه سعيده جدا وعيد جميل مع اهلك، وانت فاتن باذن الله كده تلاقي يوم تتجمعوا فيه. وانا كمان يا جماعه انا مش من محبين خالص الخروج في العيد الحقيقه، بحب كده اقعد في البيت مع اهلي واتفرج على الافلام بتاعت روتانا. مسرحيه العيال كبرت. العيال كبرت. لا انا وشاهد ما شافش حاجه. ايوه. وايه تاني في مسرحيات معينه، وسك على بناتك. وسك على بناتك، ومحمد نجم اللي هي المسرحيه بتاعت شفيق يا راجل. اسمها ايه؟ محمد. لا في محمد نجم اللي هو شفيق يا راجل. دي اللي هي الراجل ده ايه يا جماعه، حد يفكرنا. مش عارفه اسمها. عيش المجانين. عيش المجانين. هي دي. لا هنستمتع وهنتفرج كمان على حاجات كتيره على قناه صدى البلد في العيد. وايه رايكم نروح بقى نبتدي حلقتنا؟